اعتقد انه عشان يعني نحدد الحال بتاع هذه حال العقاقير التي تعطاها المستشار هشام جنينه تؤثر على حالته العقليه وتسليبها بمفهوم انه تقود الاقوال اللي بيقولها تحت تاثير هذه الادويه ذات تاثير كبير. دي محتاجه عرض على الطب الشرعي اللي هيقول وهاتي بداله فيما يتعلق بالاصابه وتاثيراتها الجانبيه والادويه اللي بياخدها. انما انا اشوف اذا اذنتي لي واذن الدكتور معتز، انا بشوف ان الخطاب اللي صدر هي محاوله في مجملها العام الى الخروج من المقب الذي وضع فيه الاستاذ هشام جنينه نفسه، يعني بشكل سياسي اكثر منه دفاع عن قانوني. هو محاوله في مجملها العام الى انه يعني نهرب من تاثير هذه الكلمات او هذا التسجيل اللي لا اعتقد كلنا شفناه. ما اعتقدش انه حاله الرد التي كان عليها المستشار هشام جنينه توحي اصلا في المقام الاول بان هذا الرجل لديه وعي كامل والكافي في كل اللي كان بيقوله على التسجيل اللي كان موجود.